تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عمرو اديب حاجتين ما يقدرش يخفيهم: غله وحقده وكراهيته للنادي الاهلي، وكمان جنونه لما نادي الزمالك بيتعادل او بيتعثر بهزيمه او بفقدان نقاط هامه او بخروج من بطوله. بالامس خرج عن شعوره على الهوا وكان في حاله هستيريا وحاله جنون، وكان يعني وقت الماتش وقت ضربة الجزاء بتاعت الداخلية بيشوفها لايف على الهواء وبيعلق عليها وبيقول يا رب تيجي في البحر. نادي الزمالك بقى ده نادي الزمالك، كل الفرق بتفوز وبتتعادل، لكن في فريق بيخسر على طول، في فريق على طول واقع، زيزو عايز يمشي، المدرب راكب بسكليتة مش عارف ماشي ولا راكب، فعنده نوع من انواع خلاص بقى راحت منه على الهواء بعد يعني تعادل الامس. وده يودينا ل ان الزمالك لما بتشيل من عليه الاحتواء والمنشطات والاحتواء وبروتوكول عصام هناء وعصام عبد الفتاح والحركات اللي انتوا كنتوا عارفينها الموسمين اللي فاتوا، ده هو ده مستوى نادي الزمالك الحقيقي. فوجود مرتضى، في عدم وجود مرتضى، هو ده مستوى الزمالك الحقيقي. عرفتوا ليه مرتضى منصور هرب من مواجهة نادي الاهلي؟ عرفتوا ليه ان مرتضى كان له بعد نظر ان النادي الاهلي لو قابل نادي الزمالك هيرزعه ستة تاني، وطبعا وقتها كان جماهير الزمالك مش هترحمه، فقرر ان هو ينسحب بهجة كهرباء والكرامة والكبرياء والهوسة اللي حضراتكم عارفينها. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان لسه في كلام مهم هيتقال. يلا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف جنون عمرو اديب الهستيريه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. الالم وضياع الامل، الزمالك بيلعب الداخليه واحنا في نهايه الشوط الثاني والزمالك كسبان 1-0 وكان ليه بينالتي زيزو ضيعه بطريقه غريبه. الان فجاه في بينالتي للداخليه، يعني وارد كمان انه مش نطلع كسبانين الماتش واحد بس، لا وارد انه لو الداخليه جابت البينالتي ان شاء الله يطلعها في البحر، ان شاء الله بره، ان شاء الله في العارضه، ان شاء الله الداخليه اهو داخل 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 جول جول للداخليه 1-1. حاجه يعني بصراحه الم، يعني كان قبليها لسه زيزو بينالتي راح رازعه في العارضه. الاخوه في الداخليه ومبروك للداخليه ومحمد ديف اسم الهرم وكل حبايبنا. الداخليه اتعادلت 1-1، يعني مش عارف هي في فرقه بتقعد تتغلب على طول كده؟ يعني في فرقه تفضل متدهوره طول الوقت؟ يعني التدهور يفضل مستمر؟ شيء غريب يعني، فرقه بتقع وبعدين تقف تاني، انما باقي بقى 7 8 دقايق طبعا الداخليه هيعملوا حيطه، هيعملوا يعني اسم في الـ في الـ في خط ال 18. شيء محزن. يا رب يا كريم، كورنر اهو للزمالك، ربنا يكرم. زيزو، زيزو مش مركز طبعا، زيزو على فكره في دماغه حاجه غير كل اللعيبه، زيزو عايز يمشي. زيزو عايز يمشي. طبعا الجزيري حط رجله ضيعها خالص، وزيري اهو مش الجزيري سامسون. طيب سامسون ان شاء الله، والمدرب اهو قاعد، الراجل يعني الراجل نفسه مش عارف قاعد ولا ماشي ولا راكب بسكليتة. حط ايده يا عيني على وشه، قال لك ايه ده؟ النبي يا اخويا ما تخليناش نتكلم في الموضوع ده، لانه يعني خد من قلبي وسر خلاص، يعني الواحد فعلا بقى طموحلس، بقيت طموحلس، أشاهد المباراة بلا أي روح، بلا أي مشاعر، بلا أي شكل. كمان الداخلية احتمال ربنا يكرمهم ويجيبوا جون تاني وحاجات كده. 86 دقيقة بقى 4 دقايق 1-1 الزمالك والداخلية. طيب عمرو أديب من الزملكاوية اللي هم قلبهم قوي على نادي الزمالك، سيبك من خلافاته مع مرتضى منصور، مرتضى منصور عامل خلافات مع طوب الارض، لكن عمرو اديب بيذوب عشقا في نادي الزمالك. هو مش حقاني، هو ضلالي، هو بيحيد عن الحق
وطريق الحق في الرياضه. ولما استضاف شيكابالا وقال له هتشوف في السنه اللي جايه هيعملوا معانا ايه وقتها، وتاني سنه ادوهم الدوري احتواء برضه ودوم كاس مصر احتواء، بس مش هينفع كل سنه احتواء احتواء. واللي ساعد على عدم احتواء نادي الزمالك زي السنه اللي فاتت هو النادي الاهلي. النادي الاهلي لعبته داست من اول الموسم، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه وبالنادي بيه، ان لاعيب النادي الاهلي هتقابل في ناس متعنته ضدها، قرارات تعسفيه ضد النادي الاهلي، ضغط ماتشات، حكام بيجاملوا نادي الزمالك، حكام بيجوا على النادي الاهلي. فاحنا طالبنا اداره النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي انها تاكل النجيله من اول الدوري لاخر الدوري. فزي ما قلت في بدايه الفيديو عندي، ان اول ما تشيل الاحتواء وبروتوكول عصام هناء والمنشطات من على نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك بيظهر هذا المستوى الحقيقي بتاع نادي الزمالك. فاكرين لما مرتضى منصور قال انا جبت صفقات من وش القفص وسبت لاخويا محمود الخطيب البايظ والمعطب واللي قاعد في قعر القفص، ولما قال انا جبت، مش انا اللي جبت، هو قال ابنه اللي جاب امير مدرب عالمي، وامير ما بينامش الليل، وامير بيدفع من جيبه لنادي الزمالك. لا واضح، واضح انه مدرب عالمي، واضح اللعيبه اللي انت جبتها كلها من على وش القفص، بس ظهر القفص ده كان تحت الارض، ظهر القفص ده كان عايم على وش ميه، ويعني في اللي ما يتشافش، لان اغلب اللعيبه اللي جابها او كل لعيبه نادي الزمالك لعيبه بتلعب في، يعني مش لعيبه دوليه، مش لعيبه بتلعب في انديه قويه، فروح البطوله اصلا مش عندهم، فما عندهمش الحماسه بتاعه لاعب عايز ياخد بطوله. يعني النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي اغلبهم دوليين وعندهم نوع من انواع الانسجام والانصهار ما بين اللاعب الدولي واللاعب الغير دولي واللاعب اللي لسه جاي من فريق بيلعب في الوسط مع لاعب كبير، فكله بياخد بعضه في طريق البطوله، بعكس نادي الزمالك اللي كويس الوحش بياخد الكويس وياخده معاه في القاع. بس هو ده مستوى نادي الزمالك. احنا بنقول لعمرو اديب مزيدا من الاوجاع يا عمرو، ربنا يزيدكم هزايم وتعادلات، وان شاء الله. وعلى فكره نادي الزمالك كان ممكن يطلع من بروكسي وكانت هتبقى فضيحته بجلاجل، بس في ناس يهمها استمرار نادي الزمالك في البطوله تسويقيا بقى اعلاميا. لو نادي الزمالك خرج البطوله هتقل اهميتها، لان في يعني فريقين يعتبر النادي الاهلي والنادي الزمالك. النادي الاهلي كاكبر شعبيه في مصر مش اقل من 90 مليون اهلاوي بيشجعوا النادي الاهلي، ونادي الزمالك الفريق الثاني صاحب الشعبيه الثانيه في نادي في مصر، يعني 7 مليون 8 مليون. نادي الزمالك برضو فريق يعني مش قليل، وجماهير برضو 8 مليون دي مش حاجه قليله. اه طبعا في جاب كبير ما بين 90 و7 او 8، بس يعتبر ثاني فريق بيشجعوا مصريين في مصر. فواضح كده ان الاداره التسويقيه كان هدفها ان يستمر نادي الزمالك، ايا كانت بقى المبررات، ايا كانت الظروف، اظلم اي فريق يقابل نادي الزمالك عشان نادي الزمالك يوصل للنهائي، والنهائي يبقى فير بقى بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ونجيب لهم فار ونجيب لهم مش عارف ايه، ويتلعب في بره مصر، يتلعب في اي حته مش مشكله، اهم حاجه بس ان الفريقين دول يوصلوا عشان تسويقيا يبقى المباراه على اعلى مستوى. ولكن في الدوري زي ما حضراتكم شفتوا الداخليه حطت على نادي الزمالك، ولو جيت لي الادارات التحكيميه هتلاقي في ضربه جزاء او ضربات جزاء كتير ما بتتحسبش على نادي الزمالك، من ضمنها ضربه الجزاء بتاعه امس، دي اول ضربه جزاء تتحسب على نادي الزمالك هذا الموسم، تخيل يا فندم. فربنا يعين عمرو اديب وكل من على شاكلته. طبعا كان في جنازه امبارح في قناه نادي الزمالك بعد التعادل، وكان جمال عزه وتفويته والناس دي كانوا قاعدين في حفله لطم، وطبعا ميدو بعدها وخالد فطوطه بعدها، فكانت يعني ايه، كانت ليله عمده زي ما بيقولوا. ربنا يكتر احزانكم، ربنا يكتر اوجاعكم، وربنا يشمتنا دايما فيكم وما يشمتكمش فينا. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.